الشمال والجنوب. دكتور فرانسيس عمل سفيرا للسودان في عدد من الدول، لكن أهمها واشنطن، عمل في السويد وعمل أيضا في كندا، وترك بصماته في أي موقع عمل به. عنده طبعا أيضا يعني مثقف ومنتج للفكر والثقافة، عنده عدد من الروايات والكتب، لكن طبعا أهمها طائر الشوم وحرب الرؤى War of Vision، وعدد آخر يعني برضو شارك في عدد كتابة عدد من الكتب، مشاركا co-authors وcontributor في عدد أيضا من الإصدارات التي أعتقد أنه أهم مشاركة قدمها مع عدد من الناس هو الورقة التي أصدرها مركز CSIS في واشنطن، صاحب الورقة الشهيرة One System Two Windows، التي نظرت لاتفاقية السلام الشامل التي تمت على النحو الذي شهدناه جميعا. أنا أفتكر أنه دكتور فرانسيس مواطن عالمي، بمعنى أنه تنقل عبر الثقافات وحمل جينات الثقافة السودانية بجدلياته وتناقضاته، وقدم أيضا للعالم، شغل أيضا منصب مساعد الأمين العام للنازحين، وطوف على عدد من بلدان العالم، وعمل أيضا أستاذا مشاركا في عدد من المعاهد والجامعات. نقدمه بهذه السيرة البازخة التي اختطى سواء كان منذ صباه الباكر وما كان صرخة ميلاده الأولى عبر أبيي كردفان وكذلك الخرطوم في جامعة الخرطوم وامتداداته العالمية. لكن أنا واحد من الناس الذين تأثروا جدا بالمذكرات التي قدمها بين دينغ ماجوك وبابو نمر، وبفتكر أنه يعني بفتكر أنه نبع الحكمة الشعبية التي وطدت لهذه الوحدة وتعايش سلمي يعني عاش الأسلاف ودافعوا عنها في ذلك الوقت، وهو كتاب يحتفي بالماضي وبالخير الذي كان مختزنا. بالطبع هناك كثير من الأسئلة، لكن نقدمه رمزا للسودان الكبير بجدلية الوحدة والتنوع، نقدمه مواطنا عالميا حمل معه جينات الثقافة السودانية الكبيرة وأيضا خبرات ممتدة، نقدمه لكم في هذه المساحة. تفضل دكتور فرانسيس دين. شخصيا إلا بعد ما جيت لمستوى الدراسة فوق، أقصد على مستوى الثانوي، أتذكر لما كنت في جامعة الخرطوم في قصة بحكيها، أنا أفتكر لها يعني أهمية في ظروفنا اللي إحنا فيها. مشيت عشان أزور الوزير سانتينو دينغ، لقيته ما في المكتب، لقيت مدير مكتبه أصل، فقال لي بإنجليزي مكسر مينستر نو مينستر جو. قلت لي بالعربي، قلت لي يا أخي ما تتكلم باللغة اللي بتعرفها، إذا ما فهموك بعدك حاول لغة تانية. قال لي الله والله آسف أنا قايلك جنوبي. ففي الوقت ذاك يعني جنوبيين ما كان الناس بتوقعوا أنه يتكلم عربي، وأنا الحقيقة استأذن أنه برغم أنه حتكلم عربي لكن ما عربي الفصيحة اللي متوقع في مناسبات زي دي، لكن إن شاء الله على الأقل الواحد يعبر عن نفسه. أنا الحقيقة يعني شاكر جدا ومقدر لهذا الشرف عشان أقدم، ما عايز أقول محاضرة بالصفة الرسمية، إنما حديث يعني برضو ما عايز أقول دردشة ساكت، لكن كلام عادي، وهتكلم بالصراحة ويعني بدون تحفظ، لكن بتكلم كأنه واحد وسط أهله أخوانه بصراحة. كل الجنوبيين اللي الواحد يعني بيلتقي بهم هنا لما يرجعوا الخرطوم زي شاعرين فعلا بأنه راجعين لوطنهم الأم. ويعني أنا فعلا شاعر بأنه من حتى مع الانفصال يعني نحن لسه مع بعض. كنت في كتابي الأخير القريب للأخير عندي فقرة، عندي جملة كثير من الناس يعني أشاروا لها،
قلت رغم الانفصال الوحدة والانفصالية درجات في علاقات مستمرة، ممكن العلاقات تقوي أو تضعف حسب إرادة الشعوب والقيادات. وبأمانة كنت من الناس اللي يعني متمسك بهدف الوحدة كشيء منشود، ورغم انه أنا كنت بنادي بحق تغيير المصير، إنما مش بهدف انفصال الجنوب، إنما كدافع لخلق المناخ أو الجو أو الظروف اللي بتسمح للوحدة الحقيقية بخيار الشعبين أو الشعوب في السودان. لكن في النهاية الواحد فعلا قدر برضو إنه الهوية أو التصور اللي عند الناس في الجنوب عن السودان وفي الشمال يعني اختلفت بالطريقة، تقدر تقول طريقة يعني موضوعية. أنا جيت هنا في الخرطوم 3 شهور بعد الثورة، ثورة الإنغاس. كثير من الناس قالوا لي يا أخي ليه ماش يعني الظروف ما ظروف مشجعة عليه إنك تزور. قلت له أنا عندي مبدأ بتاع حوار مع كل الأطراف، ولو جيت لحد أديس ورجعت من هنا لأمريكا الناس حيقولوا فرانسيس أخذ موقف مضاد، فأنا لازم أمشي. وفعلا لما جيت يعني وتاحت لي الفرصة في أن أقابل كل المسؤولين أعضاء مجلس الثورة كلهم، ودخلنا في يعني حوار مفيد. طلب مني أن أقدم محاضرة أو كلمة في المؤتمر الخاص بمسائل السلام. في الأول قلت أنا جاي أسمع وأشوف الحاصل شنو. أنا ما عندي يعني ما مستعد أقول حاجة كده بصورة عامة، لكن الناس أصروا اتكلمت. وبالاختصار أنا قلت إنه أنا واقف مع مبدأ الوحدة، ومش مجرد يعني خيار فردي، ده جزء من التراث، ده جزء من تاريخ العائلة والمنطقة بتاعة أبيي. ولكن الوحدة بتكون على أسس تجمع بين الناس، وكل مواطن يشعر بأنه فعلا مواطن من الدرجة الأولى مع كل التانيين المواطنين التانيين. فنحن على خيار، إذا أردنا إنه نصف السودان بصورة عرقية أو دينية أو ثقافية بتفرق بين الناس، إذا كان اخترنا كده معناتها لا يمكن نتوقع برضو إنه نتوحد. ولكن التفكير الثاني هو كيف نضع أسس للتعايش رغم من الخلافات من ناحية الثقافية والدينية وكده. وزي ما ذكر أنا كنت في فترة الرئيس مناوب للجنة درست مشكلة السودان وطلعت بمقترحات لحكومة حكومة أمريكية عن حل مشكلة الجنوب. ووجدت إنه عامة في العالم ما كان في أي ميول أو تعاطف مع انقسام السودان. الناس كلهم كان بيفتكرون وحدة السودان حقها تكون هي الأولوية، ولكن برضو كان في تعاطف مع قضية الجنوب. فبعد أظن قريب ل6 شهور بنتناقش في المسألة دي، أنا السودان الوحيد ورئيس مناوب والبقية يعني أمريكان، كان موقفهم حتى الأهمية بتاعت السودان ما كانوا شايفينها، بيفتكروا إنه السودان بالنسبة لأمريكا ما مهم.
أهمية السودان، بس دخول السودان في إرهاب وزعزعة المنطقة ومشاكل الإنسانية. ونحن يعني ممكن نساعد لكن نترك المسألة لأوروبا. أنا حاولت أقنعهم، السودان بلد يعني تجمع بين يعني العناصر الأفريقية، جنوب أفريقيا، شمال أفريقيا، عناصر دينية المسيحية والإسلام والتقاليد بتاعت الدين، ومنطقة برضه ثقافاتها متنوعة، ممكن تكون منطقة بتجمع الناس أو بتفرق بين الناس، وممكن أبعاد الوحدة والانفصالية أو المواجهة يعني تتأثر بها مناطق حتى الشرق الأوسط. وأمريكا كالدولة الوحيدة اللي تقدر تقول دولة كبرى لا يمكن أن تتجاهل منطقة مهمة زي السودان. يعني فقلت إذا كان نحن خدنا الحل لمشكلة السودان وجبنا السلام، مع السلام السودان ما هيدخل في إرهاب، مع السلام زعزعة المنطقة هتقيف، مع السلام القضية الإنسانية والمشاكل برضه بتنتهي. وأمريكا حقها تدي أهمية لمسألة الوحدة أو مسألة السلام. وما دام نحن ما عايزين السودان ينقسم، نفكر في صيغة أو حل يوفق بين شيئين الناس بيشوفها كأنها ما ممكن توفق، اللي هي التصور الرؤية في الشمال اللي هي رؤية عربية وإسلامية، وفي جنوب إفريقية مسيحية قد تكون، وتقاليد بتاعت التقاليد الدينية في جنوب السودان. والحل اللي اخترعناه هو وطن واحد ونظامين، one country two systems. وكما ذكر ده يعني أصبح يعني الصيغة اللي وجدت اهتمام حتى في المفاوضات. نحن دلوقتي في مراحل حساسة ومشاكل في منطقتنا ابتداء من الجنوب، ولازلنا عندنا مشاكل برضو في الشمال وبين الشمال والجنوب. وأي حاجة يقول الواحد ممكن تفسر يعني أو تنعكس سلبيا. في الأول ما كنت عايز أتكلم الحقيقة، خوفا من إنه أي كلام الواحد يقوله بعض الناس يفسروه تفسير خاطئ أو تفسير ما في محله، لكن برضو شعرت بأنه ما ممكن الواحد يرفض يعني شرف زي ده، فقلت أتكلم، لكن أتكلم في موضوع يعني ما موضوع سياسي بالصورة اللي نحن في أذهاننا، وموضوع برضو يعني ينبني على تجرباتي في المجتمع الدولي وفي العالم ككل، سواء من الناحية الأكاديمية في بحوث أو في العمل في الأمم المتحدة. وكما ذكر يعني غير إنه بعد ما تخرجت بالدكتوراه اتعينت يعني في يعني حقوق الإنسان في نيويورك بدري جدا في الستينات، لكن بعد ما خليت الحكومة اشتغلت مع الأمم المتحدة ك يعني ممثل أمين العام لشؤون النازحين، قضية دولية عالمية، وفي مع بعض كمستشار خاص لمشكلة الإبادة الجماعية، لحد ما الآخر بقيت مندوب الدائم لجنوب السودان. والحقيقة يعني الحاجة اللي لاحظتها ودي ملاحظة مهمة جدا، نحن بنتكلم عن الأمم المتحدة، في الواقع
منظمة بتاع الدول ما متوحدة بيناتها، تكاد تكون كل دولة فيها تنوع وفيها مشاكل بتاع الربط أو التوفيق بين وحدة البلد والانقسامات مبنية على الخلافات العرقية الثقافية الدينية وكذا. ووجدت في معظم البلدان اللي فيها المشاكل اللي أنا كنت مهتم بها في عملية الأمم المتحدة، بتجد دول يعني بتجمع بين ناس يعتبروا مواطنين من الدرجة الأولى، ويعني اللي بيمتنعوا يعني استمتعوا بكل حقوق المواطنة، وناس يعني مهمشين، تفرقة سواء على أسس عرقية أو ثقافية أو دينية، وكثير من الأحيان يعتبروا مواطنين من الدرجة الثانية وحتى أقل من كده. ولما يقوم يسوروا ضد هذه يعني هذا الاضطهاد والمعاملة اللي بتخليهم غير مواطنين، يعني لما يقوم ضد القصة دي تحصل طبعا مواجهات، وقد تؤدي لعنف وأحيانا ل يعني ما تسمى الجبهات الجماعية. فلما تعينت في الأول مستشار أو ممثل لأمين العام لشؤون النازحين، أنا ما كنت عندي أي فكرة عن الموضوع دي، بس فجأة نادوني مرة يوم قالوا أمين العام اللي هو وقت ده كان بوترس غالي عايز يعينك ممثل مندوب الخاص. هو ضرب لي الحقيقة أمين العام بشخصه، وكنت بعرفه لما كان وزير دولة لمصر وأنا وزير دولة في السودان. فقال لي يا أخي اسمك ورد ويودني جدا أنك تكون أنت مندوب أمين العام وكذا للموضوع ده. قلت والله أنا شاكر ومقدر، لكن أنا ما عندي فكرة عن المسألة دي، والمهمة اللي أنت عايزنا أقوم بها، فبالله ممكن تخلي ناسك يوروني بالضبط المشكلة شنو ولا المتوقع مني شنو؟ قال لي يا فرانسيس يا أخي أنا بعرفك كويس وبعرف مدى أهميتك بالمسائل دي، ودي ما مشكلة دولية وبس، إنما مشكلة بتخص السودان بصفة خاصة، أكثر بلد متأثرة بالنزوح داخلي السودان، وفي السودان أكثر منطقة متأثرة جنوب السودان أهلها. ما ممكن أتصور أنت ترفض مهمة خاص بوطنك وأهلك. فأنا حقول للجماعة أنت قبلت القصة دي، لو لسه عندك شك ولا تردد نتكلم في مع بعض. فأخذت قبلت، ووجدت أنه الموضوع ذاته يعني بطبيعة المشكلة النزوح الداخلي موضوع بيخص مشاكل داخلية وبتمص يعني مسألة سيادة البلد، مسألة حساسة جدا. وقرر أن يعينوا ممثل أمين العام أو مندوب أمين العام بدل ما اتفقوا على ما يسمى مقرر أو لجنة تدرس المسألة دي. مقرر يكون يعني رجل عنده كل المستقل يعني وعنده كل الحريات، لكن مندوب أمين العام بيكون يعني بيهتم أكثر بحساسية المسألة. وبالفعل قعدت أفكر عامل إيه في المسألة الحساسة زي دي، أتعامل مع الحكومات كيف. فكرت في أنه في اللحظة دي كان عندي دراسة في معهد بروكينجز، طلب مني أنه يعني أسس
وأدير مشروع خاص بدراسات إفريقية. وأول سؤال سألت نفسي، متوقعين دلوقتي يعني الحرب الباردة تجيب، والطموحات الاستراتيجية بتاعت الدول الأخرى الكبرى في العالم الثالث هتنتهي، فكيف الظروف دي تأثر على نظرتنا للمشاكل بتاعت إفريقيا والحلول اللي تنبني على فهمنا للمشاكل دي؟ فبدأت أسأل نفسي، ما هي المشاكل الأساسية اللي تتطلب دراسات أكاديمية أو يعني موضوعية ممكن تترجم لسياسات ويكون بيان بالعمل؟ ففكرنا في الصراعات النزاعات في إفريقيا، ثم مسألة حقوق الإنسان يعني الحكم الديمقراطي أو النظام الحكم في إفريقيا، وطبعا مسائل التنمية. ركزنا على الجانب بتاع الصراعات، وفكرنا أنه بدل ما ننظر لهذه المشاكل أو المواجهات في العالم كامتداد لمشاكل أو مواجهات بين الدول الكبرى، هننظر لها في الوضعية بتاعتهم كمشاكل داخلية أو إقليمية. ومسؤولية حل هذه المشاكل برضه هتتغير من الاعتماد على الدول الكبرى للاعتماد الشخصي في البلدان. المسؤولية الأولى على الدولة ذاتها إنها تحل مشاكلها وتعني بمواطنين وحمايتهم ومساعداتهم في النوايا الإنسانية. ولكن ما دام حقوق الإنسان هتكون هي من المبادئ الرئيسية في العلاقات الدولية، لا يمكن استخدام مبدأ السيادة أو سيادة البلد كحاجز أو يعني وسيلة لمنع العالم الخارجي في الدخول المسائل الإنسانية، لأنه لا يمكن العالم يتفرج وإنت وطنك أهلك مواطنينك عندهم معازات بتاعت الحروب والمشاكل الإنسانية بدون تدخل. فدراساتنا بعد ما طلعنا عدد من كتب، الكتاب النهائي كان بيلخص كل يعني قلنا السيادة مسؤولية، السيادة كمسؤولية معناتها مسؤولية للوطن عشان يحل مشاكله الداخلية بتمس المواطنين. وإذا كان البلد تحتاج لمساعدة من المجتمع الدولي ينادي بهذه المساعدة، أو على الأقل يقبل يعني دعم المساعدات. أما إذا كان البلد مثلا المواطنين في حالة صراعات ومواجهات مآزات ومشاكل إنسانية موت وعذاب وكده، المجتمع الدولي حيدخل بأي وسيلة من الوسائل. يبقى إذن أحسن وسيلة لحماية لحماية السيادة هي القيام بالمسؤوليات بتاعة السيادة. قررت أستخدم الخلاصة دي والمبدأ دي في حواري مع الحكومات. أنا كنت بقول أول 5 دقائق مع رئيس بلد أو وزير مختص كانت مهمة جدا في أنه أقدم التصور ده. أنا عارف المشكلة مشكلة داخلية بتمس سيادة البلد، أنا بحترم السيادة سيادة البلد، لكن بالنسبة لي ما مبدأ سلبي كحاجز للتعامل مع العالم الدولي.
بالنسبة لي مبدأ إيجابي مسؤولية، وإذا احتجت لمساعدة تطلب من المجتمع الدولي. دوري كوسط، أنا يعني أحاول أدعم التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي لحل مشكلة أساساً مشكلة داخلية ومسؤولية داخلية. ده أصبحت الاستراتيجية بتاعتي في تنفيذ المشروع. وفعلاً من ما الناس كانوا خايفين من إنه يعني دي حتكون يعني مصدر مشاكل مع الحكومات، مع الزمن الحكومات فهمت وساندت. أنا قضيت 12 سنة في المسؤولية دي، لما انتهت فترتي كانت في محاولة جادة إنه أواصل، لكن كان الوضع القانوني ما كان بيسمح أكثر من كده. هو 12 سنة، النهاردة نحن وضعنا أسس قانونية بمبادئ تسمى guiding principles، بقت دلوقتي يعني إطار قانوني، ويكاد يكون العالم كله دلوقتي يعني مؤاخذ مسألة النزوح الداخلي كمسألة بتهم المجتمع الدولي بدون صراعات بتاع المواجهات الخاصة بالسيادة أو يعني مشاكل بتخص سيادة البلد. الموضوع الثاني اللي أنا بعد ما انتهيت من 12 سنة بمسؤولية النزوح الداخلي، ادوني المسؤولية بتاعت العبادة الجماعية جينوسايد. جينوسايد موضوع يعني قد يكون حساس أكثر من النزوح الداخلي. تذكر عبادة جماعية ما في زول عايز يتكلم عنها، طوال بيفكروا في النازية مع اليهود، فكروا في كمبوديا، في رواندا، وفي كل البلدان فيها مشاكل الواحد عايزين الناس عايزين يتنكروها، ما عايزين يتكلموا عنها. مسألة فوق هناك الناس يعني العالم كله متفق انه دي اخطر من الجرائم اللي المفروض الناس يتوحدوا في يعني prevention منع او عقوبة ضد الناس اللي بيمارسوا العبادة. فنفس السؤال طرحته لنفسي، كيف أقوم بمسؤولية حساسة زي دي وكيف أتعامل مع الحكومات؟ أنا قمت فسرت إنه بدل ما ننظر أو حتى نستعمل كلمة يعني جينوسايد أو عبادة جماعية كده، ننزل المسألة على مستوى يعني ممكن يفتح باب لحوار. فقلت عبادة جماعية جينوسايد عبارة عن يعني extreme identity related conflict، بمعنى شنو؟ يعني درجة عالية جدا في مواجهات بين الهويات بين الناس، التعريف الذاتي. والمشكلة مش في الخلافات وبس، إنما معاملتنا مع الخلافات، التعامل في قصة التنوع. فالتنوع ده معناته المشكلة والعبادة. يعني إذا كان الناس المظلومين أو شاعرين بأنه النظام الساير أساساً ضدهم ما بيجبرهم كمواطنين ويقوموا بأي معارضة أو يعني ثورة أو يعني يعني أي خطوة معارضية فيها عنف وكده، القوة الأكبر والمسيطرة على البلد بتقوم برد فعل ممكن يؤدي للعبادة الجماعية. فلذلك الحل شنو؟ الحل هو إنه تخلق مناخ يعني سياسي قانوني يعني يجمع بين المواطنين، كل زول يشعر بأنه جزء من الوطن، يشعر بأنه كرامة المواطنة يعني يتمتع بها. وبهذا التصور اللي بيجمع الناس ويعامل الناس المواطنين بدون تمييز، ده
بيمنع الصراعات الداخلية الممكن تؤدي للمساعدة. فعلا برضو طلعنا بمبادئ في هذا الإطار. فأقدر أقول إنه يعني التصور بتاع السيادة كمسؤولية انطبق على الاثنين، كيف نتعامل مع النزوح الداخلي وكيف نتعامل مع مشاكل الممكن تؤدي لعبادة جماعية. أنا ما عايز أتكلم كثير عن مشاكلنا سواء في داخل الجنوب أو بين السودان وجنوب السودان، لكن ملاحظتي في الزمن اللي قضيته خاصة في جنوب السودان، نحن عايشين في جو مكهرب بمواجهات داخليا وبين وبين الجيران وبين وبين المجتمع الدولي. التصور السائد في جنوب السودان انه العالم الخارجي المجتمع الدولي ضدنا، ما عايزين الحرب تقيف، ما عايزين المأساة لأهلنا تقيف، عندهم مصالح خاصة عايزين يحققوها على حسابنا وعايزين تغيير نظام. وحتى قصة الحوار الوطني الناس بيفتكروا انه المبادرات لحل المشكلة عن طريق الإيغاد والمنظمة الوحدة الإفريقية اللي هو revitalization تنشيط عملية السلام، الناس بيفتكروا ان الهدف ده كله معارضة لمجهودات الداخلية في الحوار الوطني. طيب المجتمع الدولي شايف العكس، الناس دي ما مهتمين بأهلهم بناسهم، ما عايزين حل مشكلتهم، عندهم طموحات شخصية في السلطة، عايزين يبقوا في السلطة أو يدخلوا في السلطة، وداخلين في فساد مصالح شخصية. المجتمع الدولي بيشعر بأنه المواطنين ما في زول بيعتني بيهم، وكأنه المسؤولية انتقلت للمجتمع الدولي. يبقى إذن كل المجهود يعني ماشي في مواجهات صراعات، والناس زي ناسين إنه عندنا هدف واحد، عندنا عايزين نوقف الحرب، عايزين المأساة تقيف، وكل طاقات تدخل في صراعات سلبية ما لها فائدة. ففي رأيي فضروري جدا انه نعكس المسألة، نشعر بأنه هدفنا واحد، نحن واقفين في منطلق واحد، فحقه نجمع جهودنا، نقوي أنفسنا عشان نكون فعاليين في تحقيق الهدف المنشود اللي نحن كلنا عايزينه. عشان كده أنا بفتكر انه مش بس الحوار الوطني، إنما مع المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي نحن في حاجة للحوار. نجي للسودان وجنوب السودان. أنا قلت في كتابي الأخير اللي العنوان Bound by Conflict، بمعنى إنه رغم الانفصال لا زال السودان وجنوب السودان مربوطين مع بعض. مع الأسف الشديد اللي بيربطوا مع بعض دي عبارة عن المواجهات والصراعات الداخلية اللي بتعدى الحدود، ونظرة الناس انه الحكومات بتساعد المعارضة في البلدان، يبقى إذن يكونوا في المواجهات. فأنا قلت في جملة، مبيكي كثير بيشير للجملة دي، قلت الوحدة والانفصالية درجات في علاقات مستمرة، ممكن علاقة تقوي أو تضعف حسب إرادة الشعوب والقيادات. وبصفة خاصة مش بس العلاقات بين السودان وجنوب السودان حتستمر، ولكن بعتقد إنه التحول من المواجهات اللي كانت فيه موجودة
للتعاون عشان البلدين يتعاونوا في حل مشاكلهم الداخلية اللي بتساعد علاقات بين البلدين. ما لم يحلوا المشاكل الداخلية بيناتهم الداخل في البلدين وبعدين اللي بتعدى الحدود وتخلق مشاكل بين الأمور ما حتمشي بطول. الخطوة اللي قام بها الرئيس البشير عشان يدعم عملية السلام خطوة إيجابية جميلة جدا ومقدرة، لكن بعتقد خطوة مطلوب إنه السودان وجنوب السودان يتعاونوا مش بس في حل مشاكلهم في جنوب السودان لكن برضو حل مشاكلهم في السودان. ومعروف إنه العناصر بتاع السودان من مناطق معينة كان دخلت مع الحركة وكم وعشرين سنة مع بعض، لا يمكن الناس يعني حتى من ناحية الأخلاقية وحتى السياسية يقولوا إنه ما في أي أهمية من الجنوبيين لما هو حاصل في الشمال. في نفس الوقت ما ممكن الجنوب أو السودان جنوب السودان يساعد الحركات الانفصال حركات المعارضة في السودان، وما يتوقعوا السودان كمان يلعب دور سلبي لتشجيع صراعات داخل جنوب السودان. يبقى إذن ما لم يتعاونوا في حل مشاكلهم الداخلية العلاقات بيناتهم ما ممكن تكون طبيعية. التحول ده مهم جدا، مبدأ بإنشاف بسيط لكن بعتقد عميق. يعني سالفا كير ممكن برضو يلعب دور مشابه لدور لعبه الرئيس البشير عشان يتعاونوا في حل مشاكل السودان. بخلاصة عايز أقول عندي مبدئين بحاول أطبقهم في يعني أتعاملي مع بعض المشاكل. أول شيء التشاؤم بيؤدي ل زي ما بيقولوا بيؤدي ل يعني dead end بالعربي يعني شنو dead end، يعني انت ماشي بتشاؤم بتوصل حد ما في dead end. التفاؤل بيشجع الواحد في انه يفكر ويجتهد عشان يعمل لحل المشكله. المهم التفاؤل ده يكون يعني ما تفاؤل عميان زي ما بيقولوا blind faith او blind optimism، يكون تفاؤل باساس. انا قمت لما امين العام عمل غدا لوداع سألته وقلت له هل أنت متفائل نظرتك للعالم ككل، هل متفائل ولا متشائم؟ وصرحت قلت طبعا لازم الواحد يتفائل، لكن السؤال المطروح ما هو الأساس للتفاؤل؟ فقام فكر كده قال لي there has been too much suffering، الناس في العالم المأساة too much، لازم تقيف. طبعا ده ما رد كافي، يعني ما ممكن تقول انه عشان الناس تعبوا خالص لازم يوقف التعب ده، ولكن في شيء من الموضوعية. يعني الواحد دور يشوف الحاصل في جنوب السودان والكان حصل في السودان، طبعا في النهاية الناس شعروا خلاص القصة دي لازم تقيف، ونقبل الواقع انه في خلافات يعني ما بنقدر نوفق بيناتهم، ولكن يعني في جنوب دلوقتي الوضع يعني الواحد يتساءل النضال الطويل في الجنوب كان هدفه شنو؟ عشان الناس ياخذوا نصيبهم في سلطه وظائف. وكل الكلام اللي بتقال، وانا حضرت كثير من الاجتماعات بتاعت الحوار الداخل الماشي ديه، كله تقسيم وظائف،
ما في حديث عن ما هو جنوب السودان اللي عايزين نبنيه، ما هي المبادئ الرئيسية اللي نحن من أجلها ناضلنا الفترة دي كلها. وفي حاجة لكلام زي ده، يبقى إذن التعب ده حقه يكون هو برضو إنذار للسودانيين جنوب السودان نختار. فأنا بقول حتى في مشاكل في opportunities، يعني مهما كانت المشاكل الواحد لو فعلا اجتهد بيلقى في أسس لعمل بناءة والتفاؤل. أنا كنت أخذ غدا عشاء الحقيقة مع الرئيس نيلسون مانديلا بعدد بسيط من الناس، وبدوا يفكروا يتكلموا عن القيادات الإفريقية. فمعظم الناس كان بينتقدوا القيادات الإفريقية كلام كثير، يعني نقد. مانديلا كان بيحاول يشوف جوانب إيجابية ويقول يا جماعة العالم ظالم إفريقيا. أنا عرفت كثير من القيادات الإفريقية، ناس الواحد يعني شعر بأنهم قيادات فعلا يعني ما مقدرين، لكن عندهم كواليتيز جميلة جدا. أنا بفتكر أنه يعني مظلومين كل العبارة. قام قال يا أخي تايوار أنت بس بتشوف الخيرات في الناس، ما عندك موضوعية في التحكم. قال وهو قرب خلاص يعني زي شعر بها يعني منزعج شوية، عين لوقته وقال قبل ما يقوم، قال يا جماعة أي إنسان مهما كان بطال بصفته إنسان في جوانب إيجابية، وإذا كنت عايز تتعامل معه فاين شوف الجوانب، فتش على الجوانب الإيجابية وأبني عليها. وفعلا يعني السودانيين معروفين في العالم الخارجي كناس طيبين جدا، كريمين، أخلاقهم ممتازة، يعني ناس بيشكر السوداني بصورة يعني قد الواحد يقول مبالغ فيها. لكن لما تشوف مشاكلهم الداخلية وكيف التعامل بيناتهم عكس يعني الصفات الجميلة اللي الناس بتكلم عنها. يبقى إذن بدل المواجهات لو فكرنا وكيد ننظر لأنفسنا بنلقى يا أخي الأشياء اللي العالم كله شايفها فينا موجودة، بس نحاول نطبقها في أنفسنا. أخلص كلامي برضو يعني نقطة بسيطة كده. كان عندنا حوار في مركز كارتر، وكارتر عزم كل الأحزاب السياسية. وبعدين أنا ماشي في باص مع واحد دبلوماسي أمريكي ماشي للاجتماعات دي، فسألني عن الحاصل في السودان، حكيت له، قام قال لي أنت جنوبي ولا شمالي؟ قلت له من الكلام اللي كلمته اللي قلته ليك ده تفتكر أنا جنوبي ولا شمالي؟ قال لي والله أنا بفتكر أنت مسلم من الجنوب. قلت الحقيقة أنا لا مسلم، ولو نظرت لأبيي منطقة في كردفان برضو ما جنوبي بالمعنى دي. شفتها؟ فبعض الجنوبيين قالوا يا أخي كيف تصحر كأنك ما واضح أنت جنوب ولا شمالي، المفروض تكون واضح للناس جنوبي. وبعض الناس فكروا إنه الكلام اللي قلته والرد من الورق علق، قال الواحد حاول يكون يعني أوبجكتيف موضوعي، وبعتقد إنه قال بنحتاج له. لما جنوبي أو جنوب السودان يتكلم عن المشاكل بتاعت البلد بصورة ما تقدر تعرف ده من كده ولا كده، أعتقد ده تقدم. لكن لما نحن أول ما نتكلم
الناس يعرفوا طوالي انت كده ولا كده، المسألة تبقى أبيض وأسود، ما أنت بدنا نقسم، والحوار بيبقى صعب. خليني أقول أنا يعني فعلا مقدر هذا الحضور والشرف العظيم لدوني، وإن شاء الله رغم من أنه أصبحنا دلوقتي بلدين، ولكن إذا خلقنا ظروف مهيئة وبنينا على التاريخ اللي بيربط بين البلدين، حتى ولو ما رجعنا للوحدة القديمة بنرجع لتقارب، ممكن تسميها أي حاجة، لكن تواصل العلاقات اللي كانت موجودة بين الناس. وشكرا جديد. فرانسيس احنا عرفناه في السبعينات في اتفاقية أديس أبابا، ويعني نحن أجيال قريبة من بعض، كان هو في الخارجية نحن في وزارة الثقافة، لكن كان نشط. وأنا أكثر ما لفت انتباهي هو قدرته على تجاوز الصعوبات اللي كان عاشها في ذلك الوقت، يعني خرج من دائرة الاستكانة، خرج من دائرة الخضوع إلى تطوير شخصية يعني ثقافية دولية بوعي قانوني عالي جدا، استفدنا منه في السودان حتى من خلال القانون الدولي الإنساني. دلوقتي هو بقى في الإقليم مرة أخرى وممثل لحكومة جنوب السودان في الأمم المتحدة، هذا أفق جديد. وكذلك يعني في يعني من إطار طرحه للموضوع وكذا، أنا شايف ممكن يعني المسألة بتاعت الوحدة والمقولة المركزية اللي قال إن الوحدة والانفصال هي علاقات مستمرة، دي نبهتني لشيء جديد بعد ما قريت الكتاب بتاع الدكتور صراع الروى، وجدت إنه في بميل يعني إمالة أكثر في تعريفه للهوية على إنها هي شيء ثابت كالعرق أو التفصيل الجيني أو ما إلى ذلك، في حين إنه هي الهوية ممكن تكون هي شيء ديناميكي متحرك وسيال. عشان كده المقولة دي يعني أصبحت لي مهمة بالنسبة يعني ممكن تكون إضافة للكتاب، وده السبب اللي خلى هشام ورنور يكتب الورقة اللي نغبيها كتاب صراع الرؤى. بيصحب مارتن بيرنان في كتاب أسن السوداء لمغولة يعني مغولة مركزية إنه الحضارة اليونانية هي ذات طابع زنجي في أساسها. عشان كده كلود ليبلي شتراوس بيقول إنه الإبداع دائما لا يكون إلا في الحدود ما بين الثقافتين. وكذلك المقولة الأخرى اللي ذكر دكتور فرانسيس إنه هو ما مسلم، وكذلك هو من إيبيا يعني ما من حمغ الجنوب، فالمسألة دي ممكن تكون يعني مؤشر جيد في يعني إذا دعنا نتكلم عن المستقبل والمخرج. يعني عشان نلخص كلامي واطيل، بيبقى إنه نحن كيف يعني نوفر مقاعد داخل السودان إلى الكل، يعني كيف نمارس زي ما بنقول عبد الله علي إبراهيم نوع من عناق الآخر. الفضاءات اللي ممكن تكون هنا، أنا بخلص بسؤال يعني عشان يكون في فائدة إضافية، كيف يعني نحقق عناق الآخر يعني بالمعنى الثقافي قبل السياسة؟ بيحصل الكلام ده كيف؟ ده سؤال الدكتور، وشاكر جدا. برضو لمس الحتة بتاعت الجينوسايد، بس اللي بيهمنا كثير انه يعني ياخد جانب من الحاجات اللي بيهمنا كجنوبي سودانيين او كسودانيين. فبعد ما الدولتين جنوب السودان والسودان وصلوا للمراحل الحرجة دي اللي هي بسبب بتاع الانفصال، انا بفتكره بانه بسبب الانفصال الدولتين وصلوا للمراحل الحرجة دي في الجانب الاقتصادي بالذات، ما شفنا حاجة من كلام دكتور فرانسيس يتكلم فيه عن التحديات اللي ماثلة أمام الدولتين حاليا لأنه يتجاوز بهم المرحلة اللي هم فيها. القيادة السودانية في شخصية الرئيس حاليا بيساهم في المسألة بتاعت السلام لجنوب السودان، لكن ما شفنا إنه القيادة بتاعت الدولتين رضخوا لمشاكلهم أو رضخوا للمرحلة الحرجة اللي وصلوه، وبعدها قالوا يا أخي أنا كبشير وأنت يا سلفكير كده نحاول نقعد مع بعض نشوف إنه نحن وصلنا للمرحلة دي ليه. فأنا ما أعرف كقيادات
دولية في شخص دكتور فرانسيس وبعض الشخصيات المهمة في الدولة السودانية. ليه هم ما حاولوا أو ما بيحاولوا يقعدوا مع بعض يضعوا لنا التحديات بصورة واضحة بصور واضحة عشان بعد ذلك ممكن يكون في قيادات سياسية موجودة في الدولة ممكن يتبنوا الـ 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 الأفكار اللي بيطلع منهم. فنحن نفتكر إنه دقيقة عندك دقيقة لخص فيها. أوكي سؤالي بصورة مباشرة إنه هي ما هي التحديات اللي أنتوا بتشوفوه اللي بيواجه الدولتين في إيجاد أرضية مشتركة لحلحلة قضاياهم عشان بعدها ممكن يصلوا لشكلية بتاعة العلاقة اللي أنت قلتها قبل سواء كان الوحدة أو حاجة في النص يعني كأرضية مشتركة للدولتين. شكرا لك. يعني للفترة المقبلة يعني أو خارطة الطريق لأن تكون هذه الشعبين في جنوب وشمال السودان إنهم يتجاوزوا هذه المراحل ويكونوا شعوب مجتمعية لا قبلية. وهل ممكن أن نتجاوز يعني كل الأحداث فعلا أو حقيقة إحنا السياسة فشلت تماما في إنه تضع خطة للناس دي لأنها يعني حصل الانفصال أو أي تم المسمى عليه استغلال أو انفصال لكن فشلنا في إنه يكون في روابط بيننا مجتمعية إحنا حاصلة الآن ما حتى قعدنا الآن يدل على إنه عندنا روابط اجتماعية. لكن هل بالإمكان نوظف ذلك؟ هل بالإمكان أن إحنا نخلي شعوبنا دي شعوب هي يعني شعوب تنظر لمصالحها أكثر مما تنظر للقبائل القبلية وتنظر لإنه النوع والجنس والشكل؟ شكرا جزيلا. معنا اللي هو المشاكل المحصورة في منطقة دبيا بالذات إنه ليوم الليل الناس بيدعاني ما بين دينكا والقبائل الأخرى الموجودة في أبيي. ففي ظل التنوع دي وعدم تقبل الذات إحنا ممكن نعمل شنو كشعب وكحكومة أصلاً أوريدي. أنا طبعاً قاعد أسميها إنه كحكومة فاشلة ممكن بعدين تعملوا لي وقات أنتوا أحرار لكن this is the reality إنه حكومة ما قادرة توفر الأمن ما قادرة توفر الغذاء ما قادرة توفر الحاجات البيزك لايف. فإحنا كهيومن بيج مع بعضين البعض كتقبل جزئي وإن كان بل بنسبة بسيطة جدا وإن كان 5% إنه إحنا نتقبل بعض. أنت شايف كبيرسونال فيو برضو كزول عايش من أبيي زول من أبيي وعايش في أبيي ممكن شنو اللي ممكن يحصل for the هنا for the future life لأنه إحنا عندنا becoming generation مش ممكن ليوم الليل إحنا في القرن الأكثر من كم وعشرين وإحنا لسه we having a problem for the Islamic group دا من دينك دا من وير دا من إلى آخر كمشاكل إسانتك اللي هي في النهاية بدي تدخل عليها المشاكل الطائفية السياسية إنه أنا بكون من قبيلة معينة وبيجي بدخل الحاجة دي في محور سياسي محدد. عندي سؤال إضافي برضو إنه هل أنت أنا من قبل ملاحظة لك بتتكلم بس في سؤال جاء في راسي immediately كده إنه هل أنت من خلال كلامك بتعبر إنه في وحدة وطنية سياسية أم هي وحدة وطنية اجتماعية؟ ده السؤال المهم المحوري بالنسبة لي. في سؤال إضافي آخر اللي هو the problem that South Sudanese face يعني في السودان هنا يعني ممكن the South Sudanese people who they are traveling I'm sorry بتكلم English the South Sudanese people اللي هو موجودين هنا في الخرطوم وبيواجهوا مشاكل كبيرة جدا. إحنا كجنوبين وكحكومة موجودة وباعتبارنا أجانب شيء أنا أم أبينا إحنا أجانب في البلدية ممكن نصل لشنو بإنه يكون في وحدة وفي تنوع في الشعوب. This is my exact question and thank you so much. إلى الحلول العملية اللي بتساعد بشكل إيجابي اللي هو في حل المشكلة كما إنه بالنسبة لإدارة التنوع خاصة لابد إنه يكون في حلول عملية وليس الحديث. إحنا تجاوزنا المرحلة دي. إدارة التنوع لابد إنك تعرف ذاتك في الأول ومن ثم بعد معرفة الآخر واللي هي متمثلة في الحوار الثقافي. لكن ما طرقت كثير إلى أهمية ودور الثقافة في تحقيق الوحدة الأهمية العلم بأن الحضارة السودانية القديمة في معظم أوجهها التاريخية القديمة كانت تعبر عن الوحدة وكانت بتتم الإدارة بشكل فاعل فكان في تعايش ما بين معظم الحضارات السودانية القديمة. ألا يمكن القول بأن كافة المشاكل الموجودة حاليا في السودان تم تجاهل جذور المشكلة الأساسية اللي هي معتمدة على الجانب الثقافي
ألا تعتقد ذلك أنه لابد أنه يكون دائما في تركيز على الجانب الثقافي كواحد من المحاور الأساسية للمشاكل السودانية؟ شكرا. نتعمق في رد للأسئلة. أنا هختصر وأجمع لأنه بعض الأسئلة تقريبا تكون يعني مربوطة مع بعض. وأبتدي ب يعني قصة. أنا كان عندي كتاب سميته Africans of Two Worlds، أفارقة عالمين، الدينكا في السودان العربي الإفريقي. والحاجة الغريبة الكتاب ده عن World View للدينكا، ابتداء من يعني التراث أو القصص الخاصة بخلق الإنسان ويعني القيادات البدائية وتحركاتهم التعامل مع العالم الخارجي وكذا. وجدت حاجات مشتركة بصورة غريبة جدا بين أفكار الدينكا عن الإنسان وخلق كيف وكذا كذا في الإنجيل والقرآن. فأنا لما طلعت الكتاب ده جماعة من الأنثروبولوجيس كده قالوا دي من أثار المسيحيين الميشنريز في جنوب السودان. قلت أنا عملت حوار مع ناس في عمر 70-90 وكده. يعني أنا بفتكر إنه يعني لو تذكر أيام أديس أبابا، قبل أديس أبابا كانوا ناس خايفين، حتى الحكم الإقليمي خايفين منه يؤدي لانفصالية ناهيك من فدرالية وكذا. إيه رأيك لما جاءت أديس أبابا الجنوبيين بيقوا متحمسين للوحدة حتى أكثر من الشماليين؟ ليه؟ لأنه الناس أول ما تديهم حريتهم يبتدي يشوف الجوانب الإيجابية يأخذوها من الزول اللي ربما يفتكروه ده عدو، لكن ما لو ما عدو وعنده صفات جميلة تأخذها بدون عقدة. فدلوقتي في انفتاح لل يعني التعامل والتفاعل والاستفادة من الحضارات بتاعت المنطقة. ما في زول يعني بينكر إنه السودان الشمالي في صفات جميلة جدا جدا، سواء ثقافيا أو حتى دينيا أو مهما كان. ما الناس كانوا قافلين أنفسهم للأشياء دي، دلوقتي متفتحين لها. للسؤال، هل الوحدة اللي عايزينه وحدة سياسية ولا ثقافية ولا كده؟ ما شايف يعني. نعم، ممكن الواحد يفرق بين الجانب السياسي والجانب الثقافي، لكن مربوطين مع بعض. يعني أنا جاي من عائلة والدنا الله يرحمه الناس كان بيفتكروه مقرب للعرب أكثر من ما هو دينك أهله. ليه؟ لأنه في أخذ صفات معينة من الجيران العرب وكده كده، لكن كان متمسك بأنه دينكا. وحتى من الناحية الدينية رغم أنه متقبل الإسلام ودخل أولاده في مدارس يعني أصبحوا مسلمين، المشي جنوب بقوا مسيحيين، لكن ما كان في شك أنه ميوله كان للشمال كثير، لكن كان فخور بهويته كدينكاوي. وحتى الناحية الدينية ما ممكن تبقى زعيم عند الدينكا بدون ما تكون مؤمن ببعض التقاليد الدينية بتاعت الدينكا. وما كان في أي تضارب أي خلافات، نحن كنا بنسوم برغم أنه نحن مسيحيين، لأن في عائلتنا يعني ما كنا بنميز. عندنا واحد بقول امبارح في ندوة كده ونسى، قلت كان عندنا واحد مسلم عربي شمالي سموه عثمان مرض الجداد. ليه؟ لأنه هو كان بيضبح الجداد طريقة حلال، يعني نحن في البيت كنا بناكل حلال يعني. فعثمان ده كان دوره بس يضبح كل، فسموه مرض البهائم كان بيضبحها. فعايز أقول إنه لو أديت ناس حريتهم واعترفت بالكيانة والكرامة يعني بتاع الإنسان بينفتح. أنا ببتكر وقتي رغم الانفصال، وخاصة مع الانفصال في انفتاح للتفاعل إيجابي بدل تفاعل سلبي ومواجهات. عندنا حسة في حوار الوطني في الجنوب
بنقول top down and bottom up، من فوق لتحت ومن تحت لفوق. من تحت لفوق ده يبدأ بالتعايش بين الناس والمعاملة بين القبائل وال يعني حتى ترتفع لفوق. ده بيديني برضو لقضية أبيه. أنا كنت عملت الدراسة وصدينك عملت يعني حوار مع الكبار بعد ما حصل شكل بين الدينكا والمسيرية، وعملت بحث حوار معهم. كان أراهم من ما قال خلق الإنسان خلق دينكا وعرب منفصلين مختلفين تماما من كل الجوانب، وما عندنا أي حاجة بتربطنا مع بعض ولا مستقبل بيربطنا، ما عايزين نكون مع نازل. عملت حوار بعد ما عملنا الصلح والدينكا مع المسيرية اتوافقوا وكده، عملت حوار كلام بقى عكس كده. نحن الله خلقنا تيمان شفتها، ونحن اتزوجنا وعايشين مع بعض ومستقبلنا مختلطين، والمستقبل حيكون مستقبل بتاع انصهار وتمازج وكذا كذا. ليه؟ لأن لما أنت تتكلم في الجو مهيئ للجوانب الإيجابية بتشوف الجوانب الإيجابية، جو خلاف كده ما بتشوف أي خير تزوره، أنت شايفه زي عدو. مشكلتنا في السودان اللي أنا في رأيي كان ممكن جدا نحافظ على وحدتنا، إنه ما قدرنا نفهم إنه في أشياء مشتركة أهم من الأشياء اللي بتفرق بيناتنا. على هذه السانحة والفرصة، أنا بعتبر نفسي من الناس المتابعين للخطاب السياسي والفكري والثقافي لدكتور فرانسيس دينك. ما عجبني في هذه المحاضرة أو هذه الندوة إن مفردات جمع الشمل والبناء على المشتركات والتفاعل وخلق جو إيجابي كانت أكثر من المفردات التي كانت مستخدمة في أدبيات سابقة حول صراع الهويات والرؤى وما إلى ذلك، مما يعني أن هناك بوتقة للأمل وفرصة للتعايش والتسامح والبناء على مستقبل مشترك على 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 إرث اجتماعي وثقافي مشترك. افتكر دي الرسالة الأساسية الحابة ان الدكتور فرانسيس دينج ينقل لنا الليلة، انه البناء على المشتركات وعلى على خلق الفرص والتعامل الإيجابي بين الجميع، حتى لو يعني ظلنا في دولتين منفصلتين. يعني انا افتكر قدر المثقف بقدر ما انه يقدم إجابات لكن يشعل الأسئلة ويترك باب الجدل مفتوح حول هذه القضايا، وده قدر المثقف. وافتكر انه دكتور فرانسيس اللي فجر كثير من الأسئلة، قدم كثير من الإجابات، وانا افتكره كان كريم جدا في إجاباته، تحدث من القلب للقلب. وانا افتكر دار اقول حاجة ذكرتها به قبل، نحضر طلع محاضرة في واشنطن مع الجالية انتهت بشكله، لأن الوقت ده كان الجو مشحون، لكن نحن الآن في الخرطوم نستمع إليه بقلب مفتوح، ولا شك إنه كلامه اللي قاله لنا مس كثير جدا من العقول والقلوب، لأنه بيننا كثير من المشتركات ومستقبل أفضل للأجيال القادمة. لكم الشكر والتقدير، نعتذر يا جماعة للناس. تفضل.